السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل عندي سؤال. اتفضل، بس علي صوتك شوية، اتفضل. سؤال عن رواية أن رجل نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزاك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترد نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. زين، من البادر بالكلام أول شيء؟ معلش، عائشة واحدة أم واحدة، أنت حضرتك الرجل؟ قرأت، معلش واحدة واحدة، حضرتك داخل للعلم ولا داخل نسب بعضنا ونشهر ببعضنا ونتكلم كلام ملوش ما لازمة؟ أسب، لا 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 لا، سؤال فقط، يا باشا بس أريد أنا أعرف بسألك شلون سؤال، عائشة عرفت أن فقط، هذا يعني أنت الرجال معناه، مذنب. بص يا باشا، أنا قفلت عليك الصوت وهفتح عليك الصوت وهسألك سؤال واحد فقط لا غير، حضرتك جاي للعلم ولا جاي نسب بعضنا ونشتم بعضنا ونشهر ببعضنا؟ سؤال بس، جاي للعلم ولا تشهير بس؟ للعلم، جميل قوي، للعلم. طالما للعلم يبقى نسمع بقى بالراحة كده، واخد لي بالك؟ حضرتك لو سمحت ممكن تقرأ لي الآية 290، يعني بعد، لا آسف، الرواية 290، يعني حضرتك شوف بعد شوف الرواية آية. اللي أنت قرأتها ديت عدي رواية تانية، الرواية اللي نعم بعديها 290 ممكن تقرأها لي؟ يا عادي، كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستها في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبك؟ قالت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل يابسا أوي، بظفري. جميل أوي، يعني الرواية ديت فيها جارية هي التي رأت هذا الرجل وليست عائشة، وذهبت إلى حلو عائشة، حلو. فمعنى ذلك إن عائشة ما كانتش، زين، معلش واحدة 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 انا ما واحدة جاي اسمعني للآخر، حضرتك سألت سؤالك وقرأت الرواية فخلينا بقى أنا أتكلم، نعم تمام؟ إذا نزل براحتك. بعائشة ليس في بيت عائشة، تمام؟ والتي رأته نعم الجارية، نعم ثم قالت لعائشة، ثم بعثت عائشة للرجل، فالرجل قال لها: رأيت ما يرى النائم، فأرادت عائشة أن تبين له أن انا هناك لا حكم أسألك عن آخر. هذه ممكن الرأي، تسمعني؟ هقفل عليك أنا ما أسألك على هاي الرواية. يا باشا، اسمعني أشرح لك الرواية بعد كده بسأل لوحدك، نعم خلاص؟ فهنا عائشة أرادت أن تبين له حكم آخر، ألا وهو أنه يجوز لك ألا تغسل هذه الملابس من المني، ولك أن تفركها لأن المني طاهر. اتفضل بس، أنا ما جاي أسألك على هاي الرواية، أسألك عن الرواية في صحيح مسلم رقم 288. عائشة شلون عرفت أنه هذا الرجل مجنب؟ انتهبل يلا، انتهبل ولا شارب ايه؟ شو؟ انتهبل يلا، زين الرواية ما انتهبل يلا، ما انت يا غبي، الرواية ما الرواية قطع الثانية اللي بها انت جاري. قرأتها من صحيح مسلم، بس دي 288 ودي 290. أنا أسألك عن 288. روح على اهبل يلا، امشي يلا، يلا امشي امشي امشي. يا ناقص هبل، يعني رواية 288 والرواية 290 شرحة لل288، يقول لك لا انا عايزك تشرح لي الرواية 280. طب ما انت هبل شرحتها ب290، يعني ما انت شرحتها ب290، ايه الغباء اللي فيه ده؟ يعني ايه الغباء، يعني الله المستعان، يعني ايه الغباء اللي فيه ده؟ ما هو يعني، هو بصراحة يعني، هو يعني هو اللي هيتبع أمير هيبقى عاقل، اللي هيتبع أمير القرشي هيبقى عاقل، أمير هيبقى عاقل، فلازم يبقى مجنون شبهه.